صبحكم بالخير. اسمعوا إذا بتريدوا، أول شيء قيمين كلكن ولا عيب، والله العظيم عيب عيب. On juge par les yeux et par les oreilles, jamais par le cerveau. قلي وقلت له الشبكة شو قولت والشبكة شو بدها تقول، وجورج خوري بالشبكة عن مين كتب. لك عيب يا جماعة، شغلوا عقلكم، لك شغلوا عقلكم قبل ما تطلع شي من تمكم. سليمان فرنجي فيلتين كلن تسوكر رئيس الجمهورية، أي رئيس الجمهورية؟ ويني هي رئيس الجمهورية؟ أنا راح أشرح لكم هي. سليمان توني فرنجي اسمي كتير مني، أعطيتك سعر 500 مليون دولار تدفعه لمؤسسة الأبحاث بدولة إسرائيل تتعمل رئيس جمهورية، هلا رفعت السعر أنا 750 مليون دولار، وإذا بدك تتأخر بدي أطلع فيها للمليار دولار. بالوقت الحاضر منك محسوب محال، ليه انت ولي جبرون بيسيل؟ عم بيركب ميشيل عون كيف بده يضرب القوات اللبنانية، عن يبرم كيف بده يضربهم. اسمعوا كلكن كلكن اللبنانيين الوطنيين السياديين اللي هيدا لبنان بكنت يشو فيه، إذا انضربت القوات اللبنانية قلت سنة 2005 وما بغير رأيي فيه إلا إذا حصل تغيير كبير، ضرب القوات اللبنانية ضرب لبنان وإنهائه. مين ممكن بده يحط، مين ممكن بده يعمل يدوز ضد وطنه؟ وينو هذا اللي بده يعمل يدوز؟ إذا سليمان فرنجي كلكن 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 اللي سامعين منه وارد بالوقت الحاضر 750 مليون دولار بيحولها إلى مؤسسة الأبحاث بدولة إسرائيل بيفرضوها فرض على لبنان وبيعمل رئيس جمهورية، مثل ما كان النظام الإرهابي تبع بيت الأسد بيأمن شو بدها إسرائيل بدون ما تطلب منا، حط إيده على لبنان ونهبه مع هاللي نهبه. إذن أنتو السياديين هيدي بكن تحطوها بروسكم، والسياديين كلكن 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 شفتوا هيدي العريضة اللي انحطت للكونغرس والكذا اللي هول اللبنانيين عم بينغموا فيها عالطوير والنزل، هيدي ما إلها قيمة. اتغيرت اللعبة، اللعبة بإيد دولة إسرائيل. شو بتقدروا تعطوا دولة إسرائيل؟ إذا تضحكوا عليهم ويفوتوا البيروت وساعد حداد وزير دفاع بيقلهم ما بقدر، إيه انت شو قوتك تقول ما بقدر لما نحين بيجن رئيس وزراء دولة إسرائيل فوت جيشه القلب بيروت تشلك منظمة التحرير المصلحة من بيروت، وقطفت أنت رئيس الجمهورية بتقول له ما بقدر؟ ليش هاللبنانيين لو ما فات الجيش الإسرائيلي وشيل منظمة التحرير المصلحة من قلب بيروت هاللبنانيين اجوا لعندك؟ ليش ما جوا قبل؟ إذن بكن توعوا كلكم، شو بتقدروا تعطوا الإسرائيليين يا جماعة؟ ممكن تحكوا شيء أساسي؟ هاي العريضة بواشنطن ما ألا قيمة، لك عمي لو ألا قيمة كنت بقرلكم، ما ألا قيمة، ما ليها قيمة بشيء أبدا. ايه رايح رئيسنا جو بايدن وصل إلى روما بده يجتمع مع البابا، ورغم كل هذا الاجتماع بيسهل اللعب بإيد دولة إسرائيل دول الهلال الخصيب. ولي عمي أنا أمريكاني عن قرلكن أشفي، كلن متفاهمين على أنه دولة الهلال الخصيب هي منطقة نفوذ للإسرائيليين. لك حيش بقى تكذبه، ولك ليه بدنا كهرباء من عمان ولا بدنا غاز من هيك المحل؟ لحوا الكهرباء والغاز عند الإسرائيليين بمدولنا إيه بثلاث ساعات، ما نكن قادرين؟ كفة، ما حدا جه بركم بشي، نحن منوضح لكم. هين الاتهام،
بس بتكون الوقاية، هيدي الوقاية. مثلا ولي يا عمي خرب لبنان ميشيل عون، قول بده كهرباء، صرنا دولة نفطية، جبنا لكم حقوق كن المسيحيين، وجبنا الكهرباء 24 ساعة 24 ساعة. سورقين بس بالكهرباء حوالي 50-53 مليار دولار وما في كهرباء. لك حسن نصر الله أضمن عن يعتوك، هذا الدشك ضعيف ولو حسن نصر الله، ولك الدشك ضعيف تنك عامل جعوره. ليه لازم انت حسن نصر الله لمن بدك تجي تحكي؟ وليه لازم تنضق النوبة من بيروت لحلب؟ لك صرت جعوري هيك نداب على عونة على عوة على اثنين على ما بعرف شو. لك عيب. لك الرئيس كامل الأسعد كان يقول بتحترم نفسك بيحترموك الناس، لبسوا الكبوت فوق ايد شاب. دعي الرئيس الأسد إلى الغداء، يوم عزى ابنه قال له بعتذر سيادة الرئيس، مانا مناسبة إن شاء الله غير مناسبة. لكن اللي بهذا الرئيس كامل الأسعد اللي أنت فاتع على بيت الأسعد وعم بتدمرون كل حقدك حقدك، ولك أولا أولا قبل منتك إليزابيث ألندي، ولك إليز عملت فيلم House of the Spirit، كتبت الكتاب، بيشيلوا العائلات المهمة. كل كن اللبنانيين قبل ما تبدوا رأيك نشوفوا للفيلم القصة كتبتها إليزابيث ألندي، كيف لغيوا العائلات وأجوا النور تبع العائلات وتحكموا. نفس الشيء نفس الشيء بالفلسطينيين، ضربوا العائلات رغم أنه قالوا وزير خارجيتنا جيمس بيكر لفيصل، فيصل شو المعروف كتير، فيصل الشاب الفلسطيني اللي راح على مدريد، فيصل نسيت اسمه، قال له نحن مندعمك. جيبوا النور وعملوا منظمة التحرير وتحكموا بالشعب الفلسطيني كله، لغيوهم. اجوا نظام الإرهابي تبع حافظ الأسد لغى كل العائلات المهمة، لأن عائلات كلها محترمة، الاحترام بيعمل وطنية. اجا جمال عبد الناصر لغى العائلات كلها، اجا صدام حسين لغى العائلات كلها، اجا معمر القذافي لغى العائلات كلها. حسن نصر الله قعد هيك طير بيت عسيرون، بيت حميدة، بيت الزين، بيت الأسعد، ولك ما ضل في عائلي بأبناء الطائفة الشيعية الكريمة وما طيره، قتلوا المثقفين تيجوا النور وحكمه نور. هيدي هي كل الموضوع يا أخوين، وليه بقى حدا يحكي أبعد من هيك؟ أهلا وسهلا فيكم. لك ليه بقى تعمل جعورة؟ لك منو ليك نداب على أونا على تي على تريس، لك عيب عليك، عيب على لحيتك، ولك عيب على هالعبل اللي حطتها على كتفك، والله العظيم عيب. ولك يا رجال بشفق عليك، بشفق عليك. السياديين اللبنانيين توجهوا إلى دولة إسرائيل واللي بقى تردوا أبدان. الشعب السوري أكبر من إن كنت عيشوا بالمخيمات، ويفوت واحد ويوي مثل حسن نصر الله يذبحكم ويوي. الشعب العراقي توجهوا كلكن إلى دولة إسرائيل واللي بقى تردوا على حدا. أهلا فيكم.